أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. اليوم سوف أطرح لكم شهادة أو أسمعكم شهادة لأحد الإخوة الذين استفادوا من هذه الجرة الفخارية أو من ماء هذه الجرة الفخارية، وأدعوكم للحصول عليها. طبعا هو تحدث عن الزير، والزير هو نفس الفصيلة التي أمامكم تشاهدونها في الصورة، لكنه أكبر حجما بحيث يتسع من الأعلى ويضيق من الأسفل. فمن استطاع الحصول على هذه الجرة فلا يتردد أبدا في استخدامها في ماء الشرب خاصة. سوف أسمعكم الآن المقطع وأعلق بعدها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في اثنين من الزملاء، واحد منهم صار عنده إصابة، طاح في غرفة في حفرة للزيت وتعور وتمشكل، يعني أظنه صار عنده مشكلة في العصب، فكان ما يقدر يجلس إلا يمد الرجلين، فتعب وحاول وعالج، لكن العلاج ما كان جايب النتيجة المطلوبة. أشار عليه، أنا ما أدري من اللي أشار عليه، أنه يستخدم ماء الزير. استخدم الزير فترة، شفنا في تحسن، صار يجلس ويتربع ويجلس جلوس طبيعي، فأشار علينا قال إني أنا استخدمت ماء الزير وجاب نتيجة الآن بالنسبة للأعصاب عنده. في أخ ثاني اسمه عبد إبراهيم أبو عبد الله، معنا بالاستراحة، فسمع السالفة من أخونا هذا عبد العزيز وطب، كان عنده مشكلة هذا بالعنق، العنق الرقبة هذه في مشكلة، ما يقدر يرفع ايده اليمين الا على مستوى الكتف. فبعد ما سمع القصة هذه يقول جبت زير وحطيته عندي بغرفة النوم وبديت استخدمه. استخدمته بعد فترة جانا يقول الحمد لله يرفع يده فوق يعني موازي للراس، ويقول الحمد لله كان عندي مشاكل اني ما اقدر البس الثوب ولا الفنيله الا بمعاناه، والان يقول استفدت من ماء الزير، ونحب ان نروي القصه هذه لتعم الفائده وجزاكم الله خير. وجعلنا من الماء كل شيء حيا، ولذلك الماء الجره هو ماء حي بخلاف المياه الاخرى التي توجد في قوارير الصحه وغيرها. فالجره ماؤها مفيد للغاية، وسواء كان للأعصاب أو للعظام أو مشاكل الصحة عموما. أخيرا أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه، والله يحفظكم.